الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الكهف مبل عسران شمون تنكفال خنقت علينا مترشتا جزيز قلتنايو آية 54 مالتيو. الله سبحانه وتعالى خمزيلو: ولقد صرفنا في هذا القرآن من الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قلتنايو مالتنا زعيازي حجي بزعبا تي بني آدم أكثر شيء مجادل مخانو تخاطعي مخانو بتفالة لي مثالي قليت قلنا تي مفسر مالتيو حجي خاء أب آية 55 كن قتسلينا سخاء تايبل. الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، مالت يعني ما منع الناس عن الإيمان والاستغفار، يعني نقص البيان. فقد ذكر الله أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن، لكنه ما منعهم من الإيمان نقص في البيان. فالأمر والحمد لله بين واضح أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية لكنه العناد. سلازي لك أخمت مجمرة أفتي 54 تنزل سألنا آية مالتيو: ولقد صرفنا في هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى بز القرآن زي كن دي مثالة تاتم تقلنا مالتيو نمانيو للناس نقول سب من كل مثل كاب كل عينات مثال رب العالمين نمتيو، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يلنا مالتيو ودي سب تخات عين هل كنيان حق إن رأي خامن زيد اللي مالتيو قتيلو زعياز انتهينا. وما منع الناس انت يخوين السب زي من الظلمات أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى، هدى متقوم حق من قد متقوم حق ناي ربي تأمر متقوم سي انت خوينهم يمزي أمن، ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني زي زخل كلهم زلهم مخنياسي نخ أمنون نخ استغفرون ناب ربهم خدس انت يتشقرهم مخنياتو. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى بزح مثالات أمتي القرآن من كل مثل، وكان الواجب كم تقبؤ والدسب ذو كل مثال سمع عنكر إن كلوسي كأمن يقبؤ نيرو، لكنه ما منعهم تأي ممنعهم تأيهم زي أمنوا، لأنه بعالم من دحر إنا يزبز حسب أمانة يكون زي أمنيو ويمشركيو ويكافريو. يعني أفتحق إيمان زلوسي وحد يندحر إنا حتى بتي إيمان بسلمنا له زبل كماني، يعني درجة زبزح أبتتخك الإيمان يكون انزله شرك اللو وقل اللو مالتيو. سلزي من الإيمان نقص، هل كابت إيمان نقص لزخونه ديو كم زقبرة زلو مالتيو مخنياتو اتي اسلمنا كله تمثالي مالتيو بتخك المنقدي بحق اي قريت قلو مالتيو من كل مثل الله سبحانه وتعالى امتي قلو نخأمن مالتيو. ولكن إذا كاب نقص زي كونا كابت دين نقص كابت دين زي كونا مخناتو كابت قرآن بين سلا زخونة، فالأمر وللحمد لله ولله الحمد كله واضح قلت زخونة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي أمة زي أمة زي زي دين زي يعني بيضاء نقية أبتحوه مالتيو قلن انت يتشقر زلو مالتيو عناد مالتيو هلكي زلو. ولهذا قال الله جل وعلا: إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أي ما ينتظروا انت أمز تسبي زلو نخي أمنو زنحهم زلوس انت أيو. إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني كم تمنيك المحجي سبات رب العالمين زرأيهم تأمر زطفهم دي خوم ديهم تسبي زلو ولا عذابنا يقدن بعينهم كرئي اللو. وقوله: ويستغفروا ربهم، يعني يطلبون مغفرته نربسي مغفرة محتاتهم. فالمؤمن كثير الاستغفار، لأنه حد مؤمن كبها الكله كثير الاستغفار زخونه مالتيو.
بيضاء نقية خاني مالت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني إذا ناتي دين ويدماتي سنة ناتي القرآن زقد في كلكم سي، تركتكم على البيضاء يعني ليتا كم قطرة مالتيو لا يزيق عنها، خب أزوت خب زدين زوت لا يزيق عنها بعدي دحري مالتيو إلا هالك. رب تسأل أقول له رب زت فوق إمبري بقليلوس كتف أي خدن، لأنه الرسول عليه السلام واضح بين كل نجر جدي فلنا مالتيو. ولذلك تي عذاب نخر يوم تصبي زلو إلنا مالتي ربي قتلوا خا ويستغفروا ربهم، يعني ويستغفروا ربهم زي خاني إيه حد مؤمن يعني يطلبون مغفرته، مغفرة خاب ربك حتى تخلو مالتيو. فالمؤمن كثير الاستغفار، كل جزية استغفر إن رب مغفرة حتى استغفر الله مالت يا رب غفر لي مخنات، كل جزية تقاقيت ذنبي ذنبنا بزح سلزخنا مالتيو. والكافر إذا آمن لابد أن يستغفر الله بما وقع فيه من الذنوب، فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. طبعا تكافر زنبرة سبك عن إيه كأمن إن كله استغفار يقبرمه بتستغفر نهاتو خاءت زنبرو زنبي يحج أولو معلتيو. قال تعالى: قل للذين كفروا، يعني بلوم نتمز كفروا معلتيو، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله سبحانه وتعالى انتهيلو نتم كافرسي نتم كفارسي بلوم بلوم نقرم للذين كفروا إن ينتهوا ندحر قدي فمو تكفر ندحر قدي فمو ندحر أمينهم مالتهم يغفر لهم رب العالمين يغفر لهم ما قد سلف. نايزة حلفة خلاص حلفوا مالتهم رب العالمين كل يدم سلم. أب سورة الأنفال 38 وقوله تعالى: أو يأتيهم العذاب قبل مالتك، أي يعني مقابلة ومعاينة ومباشرة وما هي سنة الأولين، يعني لك خمتم ناي نبني إسرائيل نبعل قوم فرعون قوم عاد قوم لوط نزوم كلهم رب زورد لهم عذاب سي كوم اليوم كرو يتصبي يزلو مالتهم، هل كوم عذاب كرو يد اليوم؟ الجواب: هي أخذهم بالعذاب العام، لكن لم يأخذ الله هذه الأمة بعذاب شامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني كتاب الفتن وأشراط الساعة مالتي، فأجاب الله دعاه. طبعا أمة محمد من تأ لك خمتي زنبخ نقبر كلنا قمتم قال أوت هزبي رب العالمين زي يطفو أمن من تأيو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا غيرو مالتي ربي لمينو نزي أمة محمد أي تهلكا أي تطفى أيا لك خمتم قال أوت أقوام قال أوت أحزابات ربي زي يطفو أم ببرق ديو بما يديو بتفعل عذاب بإمني كاب سماي ديو بتفالة لي زطفو مالتي كو مو اي تطفى يوم يلو نرب دعاء غيرو مالتي ورب العالمين كا مستجاب غيرو لدعو دعانا يا رسول الله عليه وسلم. انتاي دا زا امه جن مشاكل يبزحا فتن يبزحا تقم يبزحا مالتي جن عذاب شامل كبهال كله لك خمتم قد محج زطفو ام رب العالمين اي تطفئنا امه محمد. سلازي إذا آيازكم أقوليت قلنا مالتي وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى تايم كوينهم زي أمنوا ويستغفروا ربهم استغفار قبروا إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا، يعني تعذاب أتي سقاين كريئوا ديهم بعينهم دليهم مالتي. قد سئلوا آية 56 كأ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل ناي تم الأختنياتات ويناي تم أنبياتات ويناي علماء ويناي دعاة إذا أسرحهم تأسرحهم، يعني مرسلين مبشرين ومنذرين، يعني الله سبحانه وتعالى طبعا علماء دعاء مرسلين ولا يكونون، لكن بتي رسالة ناي الله سبحانه وتعالى قرآن سنان تختيلهم كبت صحوه خلو نسب رسالة نحن نايلهم أبت دعوة من قد خدو خلو مل إختي حلا فنت حزوما اللو مالتهم. الله سبحانه وتعالى زو وزيفة زي السراح زين أنبياتات ذهبهم كأ الرسل ما نرسل المرسلين من أولهم من نوح كاب نوح جميرو عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إلا لهذين الأمرين نزن كل التنقر مالتين مبشرين ومنذرين، حدا نخبشرو حدا خا نخط انقوقو، يعني نخبشرو خا نخط انقوقو نان يوم متيوم كل التنقر مبشر ومنذر،
يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبروا الناس على الإيمان كقددو طبعا أي كلون يوم بحيث تسلم لك بحيث تأمن لك أي بلون يوم، بل هم مبشرون ومنذرون، يبشرون المؤمنين وينذرون الكافرين نتي إيماننا يبشروا أبشر صبر قبر جنة اختأت إخا كم استجيرك رب من قد تختلك كم زختركب بخا كم استجيرك زنبيو إذا حرامي إذا حلالي إذا تخكليو ندابلو زمرحوه مالتيوم نتكافر كأني اتق الله رب فرح تملس امن جهنم يتقبيك الله عذاب كي وردك إلهم زملاختو خا انذار مالتيوم متنقاق يتنققوه مالتيوم مبشرين ومنذرين يعني منصوبة على الحال من المرسلين يعني إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين مالتهم. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق عن إيه؟ المجادلة مالت هي المخاسمة، وسميت المخاسمة مجادلة لأن كل واحد يجادل حجته للآخر، والجدل هو فتل الحبل حتى يشتد ويقوى، وهذا أصل المجادلة. إذا يجادل أي خاسم، والمخاصمة بالباطل باطلة. مثال ذلك في الرسل يقولون أبشر يهدوننا بسورة التقابن آية شدشته، ولو شاء الله لأنزل ملائكة بسورة المؤمنين عسران ربعة، ويجادلون في البعث فيقولون من يحيي العظام وهي رميم بسورة ياسين سبعا شمنتن، ويجادلون في الآلهة يقولون إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حسب جهنم فعيسى عليه السلام من حسب جهنم، وغير ذلك من المجادلة. وقد أبطل الله مجادلتهم بعيسى عليه السلام، قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى بسورة الأنبياء ومنهم عيسى عليه السلام أولئك عنها مبعدون. يعني انت إذا رأينا ما لا تؤذي ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق، يعني لك خمتانا أب آية حمسان أربعة زنبرت مالتيو، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني مجادل له رب العالمين مع أنه زخله مثال أريد له، لكن أكثر شيء إنسان مجادل مالتيو. قد تقول الله سبحانه وتعالى انتايلو ويجادل الذين كفروا تم كفار كأني يكاتعوا انتايلو بالباطل بحسوة من قدي ليضحدوا به الحق نتحق نخطف مالتيا. والمجادلة له هي المخاسمة كتكاتع تبأس كلها، ويدما سميت المخاسمة مجادلة مجادلة تبها لأنه كل واحد تحدى نتحدى كإمن بتنهاتو مسرجي يتعر مالتي. والجدل له هو فتل الحبل، يعني فتل تأسرو خلها ويدما كتبلو خلها الجدل بها المالتي حتى يشتد، يعني سقاب طبق وزترر ويقوى، هذا أصل المجادلة مجادلة مالتي. إذن يجادل أي خاسم يعني يكاتع مالتي ويبأس مالتي. والمخاسمة بالباطل طبعا بزي كون نجر بحسد بباطل زخون نجر كتكاتع دما كلها مثالين أبنت بزعبة أنبياتات وبزعبة رسل انتايبلو أبشر يهدوننا وإزياتهم كما ناسب متيام ديهم حجين عنا تمرسوا خبلونا ومن قد حق حازوا خبلونا يقولوا مالتهم بسورة التغابن، ولو شاء الله لأنزل ملائكة مريسهم كأي كاتعوا رب تزدلس من تاي ملائكة زي ورد بسورة المؤمنون، ويجادلوا في البعث كمان أخيرا خاني كم يجي ربي إذا عتمسين دقنا سب غير خملصو يقولوا مالتهم من يحيي العظام وهي رميم رميم خلاص يعني حمغش تخوينوسي كم يجري رب خمول سيبلو مالتهم بسورة ياسين، ويجادلون في الآلهة بزعبة آلهة يكاتعوا مشركين مالتهم بزعبة تفالل بزعبة عيسى يكاتعوا بزعبة منتاي زي يكاتعوا ونقر مالتهم. ولذلك ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يضحد الحق زخونا سب زكاتع يعني نحق خطع زي كونسي نحق نخطع فعله زي خطع مالتيو فإنه له نصيبا من هذه الآية أذا أبزا آية زي آية أتو مالتيو. أي واحد بدين يخون بحق نخطع فعله بناي ظلم يخون بتفال أنا ينقر زكاتع مالتيو نحق نخيف اللت إلو زي سعر سب مالتيو أبزا آية زي أتو مالتيو زي آية زي ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق ولا تم كافر وانتبلوا ولا زخون سبقن دحرنا حقنا خطف إلو زكاة عقوينو إزي أبزا آيازي أتو مالتيو
من أجل أن يدحض الحق فإنه له نصيبا من هذه الآية، يعني أن فيه نصيبا من الكفر والعياذ بالله. يعني كفت كفرسي اللي هو مالتي حدث، لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل. مخنياتو بحسوت زكاة عسى بن دحر كوينو كم كافر مالتي كفار يوم كرب العالمين نتحقق خطف إلهم بباطل بزي كون نجر زكاتعو وي زتها لخوي بلنا مالت ليضحتوا به الحق مالت كأني نتحقق خطفه. فإذا قال قائل الشبهات التي يريدها من يريدها من الناس، كيف يقال إنها باطل وهي شبهة؟ يعني من الباتي بالحد السبسي شبهة زي ما ساسل نجر زوردو وسباتسي كما يجيرو باطل بهال ملسخة. إذا كان غرضهم منها أن يدحدوا الحق دحر تهدفهم ويتدليتهم نتحقن خطفوا إلهم زقبرون دحر كوينهم، مثل الذين ينكرون حقيقة استواء الله على العرش ويقولون إنه لو استوى على العرش لكان جسما. نعم نتكم توم قالي أم تايز بلو مالتهم الله سبحانه وتعالى أب عرش استواء يقبريو إندا تبهالن كلهم نساتهم قن استواء يقبرين يمخناتو استواء دحر كوينو لكان جسما كخوني إلهم يكاتعو. فهؤلاء جادلوا بالباطل بزي كون نجر تخاتي عمالتهم من أجل أن يدحضوا الحق الذي أثبته الله لنفسه. مخناته يتحق ربي زي نفسه زقمته نعوه كتفي لهم سلة سعر مالتهم. وأما مسألة أن الله جسم أو غير جسم فهذه شيء آخر، يعني طبعا قال بداي مالتي. المهم أنهم أتوا بهذه الكلمة من أجل إدحاد الحق نتحق أن خلق سيلهم زقبروه قال زمتوا مالتهم. ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه جسم أو غير جسم، ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواء. إتي استواء بزعب استواء مالتي ناي الله سبحانه وتعالى زخحدوه نعوينا نخحدو له منبر إتي ناي جسم زي جسم مخانو نسيكون نتحطو. مسألة أنه جسم أو غير جسم فهذا مبحث آخر قال حطو إي مالتي، وهو أننا لا نثبت اللفظ جسم ولا ننكره، أما المعنى فنقول إن الله تعالى حق قائم بذاته موصوف بصفاته يفعل ما يشاء يستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا وينزل ليفصل بين العباد ويعجب ويفرح ويضحك. المهم أنه كلما رأيت شخصا يجادل يريد أن يدحد الحق فله نصيب من هذه الآيات. طبعا بزعب أوصافنا رب العالمين يقليسو لمن تاي أفتع عقيدة إتيناي الله سبحانه وتعالى استواء إتيناي صفاته تفعل لي جروب تفعل لي سبات تفعل لي رؤيته سلزلوهم بزعب أهل السنة والجماعة زأمن لوجن إنه الله سبحانه وتعالى أبعرش نهاتو استواء غيرو الله سبحانه وتعالى خانئي بتي بزعبو إزقلت ألنا مالتيو يحقوسن يسحقن يجرمن مخانو رب العالمين قال يسألنا مالتيو. سلازي زخونا سب حق خطفي إلو زكاة عسب نحر كوينو أبزا آيازي كم زأتو كرد أن اللو مالتيو. قد سيلو انتايلونا مالتيو واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، يعني واتخذوا مالتك أي سيروا غيروا مو مالتيو واتخذوا سيروا آياتي يعني القرآن الكريم إتي آياتنا يا رب العالمين مالتك القرآن الكريم وما أنذروا إتي تتنققوها أي ما أنذروا به من العذاب اتخذوها هزوا. بتي الله سبحانه وتعالى قرآن أوريدو زت أنققوا مالتيو كم زي سقاي كي وردوكم كم زي عذاب كي وردوكم كم زي مقصعت كي وردوكم اتبه لك أبوك انتي قبرو إلا قطو يترجوكو يحجيكو مالتيو. مثال ذلك أن الكفار استهزؤوا لما أخبر الله عز وجل عن شجرة الزقوم بزعبة أب قرآن قالت لنا أب سورة الصافات شجرة الزقوم تبهل مس قالت قرآن سي إتهم كفار قريش استهزئهم تترجقهم مالتهم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أب حو جهنم زلات وطء أومن دي شجرة الزقوم تبهل. سلازي بزعبا إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم أب سورة الصافات سسان أربعة، يعني في قعره أفتت تحت مالتيو فصاروا يضحكون كيف تخرج من أصل الجحيم كسحق جميرهم مالتيو كم يجي راخب كابتي جحيم كم أخل توتس وهي شجرة أم تباهلاسي كاب حو خم أخلص كم يجي راتوتس أبعد ما يكون عن النار ديكو النجر، يعني أب حوس كم يجيرو أم توتس، يعني النار حارة جافة والشجرة رطبة، يعني أم سي لسلستيا حاود ما وعيه كما يرى ذا أم زي أسي كوقت وتتخل. فجعلوا يستهزئون ويقولون هذا من هذيان محمد صلى الله عليه وسلم انتهي لهم مالت يوم تترجقهم إذس ناي محمد صلى الله عليه وسلم
يعني هذيان مالت هتفتف مالتيو سألك هتفتف زربا دي كون زربا لهم مالتهم. فاتخذوا وما أنذروا به هزوا. والله عز وجل قال سلازي زي زربازي ترجاغا عندهم جيرمو حج عندهم جيرمو الله سبحانه وتعالى أنتي لهم فإنهم لآكلون منها كاب أخبل عيهم كابي كافتا أم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. سبحان الله بسورة الصافات سانشدشتن يترجاقون ديم زلو زحجون ديم زلو كتريئهم كاب أخفت أم نسخ بلعيهم كاب دوم كاب أخ مليئو أه؟ فشاربون عليه من من الحميم كاب أخا قصتيهم كاف تحميم كاف تحوي زخوني وعي زخوني ماي كاو دما قصتيهم فشاربون شرب الهيم كاو دما قصتيهم. أب سورة الواقعة يملؤون بطونهم من هذا الزقوم يعني ملئا تاما ثم تحترق من العطش فماذا يسقون يعني نعوخ بلعيهم اندقنا مس بلعوه يعني قاتل يوم كبدون مالتهم مليسهم كأن انت ام كسوتيو زقاد دخاو ما حار حميم زخونا مالتيو حميم مالتسي واعخ بها الكلو ازنا الدنيا واعي ولا حنت واقايب لون مالتيو نا اخيرا واعي تحويخون ولا تمايخون يعني قلت اي خئلوني مالت بحتيرو كابو دم مقصد يوم دقنا فشاربون عليه كابو اي على ما في بطونهم افتز بلعو حوخي اخلهم كافتو امسي اندقنا حوي حميم زخونا مايك اخصتي ام من الحميم ومع ذلك يشربون شربا ليس عاديا صيلك خمس قربا ساتاتيا ويدما صيلك قرب ساتاتيا دما كي مثلنا انتاي دا بالنسبة الى البشر ولكن شرب الابل الهيم مالت لك خم انسس اخصتي ام شرب الهيم العطاش ستي هذه الشجرة التي يهزؤون بها هي التي يملؤون بها بطونهم في جهنم. إذا زترجوا زلو أم زرقوا زلو زقرقوا زلو زترجوا زلو كاب أخبى العيوم مايكا أودمان إذا خاف أخسوتي يوم كريقوا يوم إذا عذاب زي قال لي المسيول ومالتي اتخذوا الله سبحانه وتعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. تناتي قرآن تناتي آيات ترجاقان ديوم غيرمو إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم نزيد تترجقهم الله سبحانه وتعالى خائلهم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون بسورة الصافات سانش دشتن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم بسورة الواقعة حمسان أربعة حمسان حمشتن مالتيو سلزي الله سبحانه وتعالى إزيد ترجقاز ترجقوز له كريوم يسرحهم مالتيو الله سبحانه وتعالى بزح آيات الله زت أنك مهناتو فعلا بزحات سبات بقرآن زي ترجقو زي سحقو زي زاربو يلن كن دي نقر يناقسو بحجاب ديم زي يناقسو نمن تاي حسما بلع خاري خايلوم زي تبلع لهم ديم زي يناقسو انتاي زي تسمع بزح نقر خات تسمع قليل نقر مسيلوهم لكن يوم القيامة كرخبو ويوم كن دي كتا عسي أم مالتيو قد سئلوا انتاي لنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله سبحانه وتعالى يلو وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أي ذكره الواعظ بآيات ربه الكونية كأخذ الأمم المكذبين أو الشرعية كالقرآن فأعرض عنها كابزز خفئسي انتهى له كاب زيد خف انت يلو حدا سب اذكر كايو رب العالمين قران كم زي بلو له اذا قدف حرامي اذا حلالي رب كون ازم قوم فرعون كم زي لم طفيهم بعال قوم عاد كم زي لم هاليكم سيدنا ابراهيم تم حزبو كم زي غير رب طفيهم لوط كم زي غير طفيهم اذا كله انت تبهالن كله سبسي فتصم كسمعن كردان زي خلن كاب زيد خف انت يلو ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه بتناي رب آيات سب تأمر ذكروه نجروه سب واعز زمالخت مالتي بآيات ربه كأخذ الأمم مالتي فأعرض عنها أي دلني لأبي ولم يقبلها أي قبلني لأبي مالتي أي لا أحد أظلم منه كابز خف سبي مالتي. فإن قيل ما الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي في أول السورة وهي قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ونحوها يعني ممكن نحن نبل يبل مالتيو اتي انا مجمري ايا زمتتن فمن اظلم ممن افترى على الله كذبات بالمالتيو افت مجمري سورة الكهف مزياس انتا يتأسى سرال لون مالتيو
ولم يقبلها فأعرض عنها، أي تقبلا مالته. قيل ما الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي في أول السورة؟ انت إذا رخبا زنكلت آية عند حليلنا، فالجواب بأحد وجهين. ملسي بخلت ملسي على مالتيلو، الأول أن الأفضلية باعتبار ما شاركه في أصل المعنى في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. أبزئتها مترشتها زلا مالتيو تاني مجمر يا خاف، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يعني إذا حدث بزعب آياتنا يربي تأمرنا يربي نجر كايو زأب مالتي حدا من الذين يذكرون فيعرضون، يعني أذكر كايوم زأبي مالتي. قد يذكر الإنسان فيعرض، قد يذكر الإنسان فيعرض، يعني تزها أخرى أي سمعني لي خيد مالتي. لكن أشد ما يكون تزخف أجن أن يذكر بأن أن يذكر بآيات الله ثم يعرض عنها. وفي افتراء الكذب قد يفترى الإنسان الكذب على فلان وفلان، وأعظم ما يكون الافتراء عليه هو الله عز وجل. وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكال كبير مالتي. حجي زي سي إذا آية زي سب ذكر زي ذكر سب مالت بتعمي زقرم سبي مالتي. قال أي كأني إيه؟ إتي ناي ربي ذكر كايو إعراض كقبر كله خأب خلو قد يذكر الإنسان فيعرض حدث سبك تذكره خلو خي أب مالتي. لكن تزخف إجن بتنا آيات ناي ربي ذكر كايو فيعرض عنها زأب مالتي في نفس المعنى مالتي. وزخاف أخابو افتراء حس خلو، يعني فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا زي كون نجر بزعب ربي حسي خزارب كله زخاف أخون مالتي. سلزي إذا قاعدة زخرد أن خلو إشكالي قليل خون مالتي. قال أي كأ وقيل إن أظلم وأظلم يشتركان في الأظلمية ويتساويان فيه بالنسبة لغيرهما، وفيه نظر لأنه لا يمكن أن نقول إن من ذكر إن من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله كذبا، أو من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يساوي من كذب على الله ونحو ذلك. طبعا إتي أظلم عن أظلم سي فلا ليو أفتي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني قد يفهم على تيوتا حدخا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يفعل لي مالتي جن تزلم حدا خوينو اشتراك حدا خوينو ما ساسل خوينو مالتي. لكن حدا سب اتي افترانا هاتو تذكروا زابن حدا ويدما بزعبا رب حسوت الزاربن ويدما بزعبا مساجد ناي رب خي يذكروا شو مزخل كلن حدا خونا كلوني مالتي اتي معنو ويدما اتي مقطعتون كله يفعل لي مالتي. قوله تعالى بآيات ربه يعني فأعرض، يعني إعراض غير مش أي تقبل مالتي. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، آيات ربه مالتك إتي الكونية والشرعية، إتي ناي تأمر ناي الدنيا زلو مالتي تناي شرع تناي كون كله أن يقال له إنه كسوف الشمس والقمر يخوف، يعني يخوف الله بها عباده فيعرض عنها ويقول أبنت تأيد بها الصحيك تسلمت كلا ويورحي تسلمت كلا سبك فرحي قبو، لأنه زي آية خب آيات الله متأنك أقيو. ولذلك زي خاني كافتك آيات كونية تأمر ناي تفطر وين ناي نوفرش مزلو مالتي أبد يعني عنها ويقول أبدا خسوف القمر طبيعي تايب المالتيو اللي كان يندحر كوينو أي نورماليو إذا ورك أنت إد بها القمر ويورحي مثل ماتا نورمالي صحيح مثل ماتا نورمالي بالمالتي ما تنك قص أي كون إنذار أي كون دي بالمالتي. وهذا إعراض إذا خاء هلك يحيزك دي مسمع مالتي. أما الآيات الشرعية إتي آيات شرعية نبلوها أنا إتي تأمراتنا الشرع إذا ولد مالتي فكثير من يذكر بآيات الله ويعرض عنها بزحي مالتي أنا يربي آيات ذكر كايو زأب مالتي بزح مالتي. سلزي ونسي ما قدمت يداه نابنت، يعني نسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق، لأن الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل في المعاصي ازداد بعدا عن الإقبال عن الحق، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. أبصرة الصف حمشت مالتي من تاي
اتي مزخخار كان ان ابنت انت يخون مالتي الله سبحانه وتعالى بكال ايا ذكر لنا وناسيا ما قدمت يده، يعني تزقبرو ذنبي تزقبرو معصيه يرسعوا مالتي ما قدمت يده من الكفر والمعاصي خاب كفر ديو خاب معصيه ديو خاب استكبار ديو اذا كله يرسعوا مالتي ودي سب رسعي سلوخنا لان الانسان والعياذ بالله كلما اوغلا يعني افتي معصيه افتي ذنبتات اطبق خطحل كتالق ان كله مالتي انت يخون كاب ربي يرحم ازداد بعدا عن الاقبال خاف تحقق سمع سي اي كلنيو خلاص اتي معصيه اتي ذنبي كل شفين ومالتي عن الحق كما قال الله تعالى لك خمت الله سبحانه وتعالى انتايلو فلما زاغوا يعني زاغوا مستأفوا مالتي ازاق الله ازاق الله قلوبهم خلاص بعلاتهم تأفئهم بعلاتهم هالي قوم ربك اهلي قوم قلبهم مطفئوا مالتي. ولذلك يجب ان يعلم ان من اشد عقوبات الذنوب ان يعاقب الانسان بمرض القلب والعياذ بالله اتزخاف ان احنا زي رد ان ولا مؤمنين كنا معصيه ذنبنا بالزحن كلنا اتزخاف مقطعتي رب العالمين زقطعنا انتايو ناي لب حمامات يمتلنا لب حمام اتا اكل لبي ماتريال زي كونسي ناي حمامات لبي يعني كابر برحقات يعني ديم حقاس والعياذ بالله بهلاك يعني إذا عقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال فهذه عقوبة لا شك لها لا شك، لكن إذا عقب بانسلاخ القلب فهذا العقوبة أشد ما يكون نمنتاي يعني قلبه خطأ خلو خاب ربي خرح كله إزي تزخف مقطعتي سب مويتو ويجنزب تفي ويجلا أيكون أنت قندي مقطعتي انتاي دا لبو خاف تحقق خرح كله مع سياق بزحن كله خاب ربي ناي ربي يعني آيات ناي قرآن زي كسمعو خون كله لبوخ درق درق لبوخ خون كله زبل كاتب الكايو ناي ربي منم تأمر زي سمعو خشوع زي سمعو زي نبع زي فرح يعني آيات سمعو سي فرح زي بل يعني زي بكي خون كله إذا ربو خلاص ربط في قوة مالتيو خاب زخف خايلن إذا تأورا تفقات مبر كهلقنا قر كله تقام يلن اما رب رحق كله يعني معيشه ضنك رب العالمين كم برخله فمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك الى بكال ايه يعني كابايك رحق كله خابت ذكرنا يا رب رحق كله هيوتو خماني تكال هيوتي زنبر حماق هيوتي زنبر ولا سوق هيوت زلو انت مثلا حماق هيوت لانه اب ايمان اب ذكرنا يا رب اب قران مقران زلو طعمي نابرا يعني سب اي فلطوني الا تؤمني زفلطو مالتي. ولذلك إذا عابي عقاب ربي استرنا ربي قلبنا أن يدرقه. يقول ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن إلو يعني ابن القيم بس قلت مزي مالتي وأنا زفرحني الذنب مبزح زي كونر أن ربي غفرون عفوني لكن إنما أخشى انسلاخ القلب انسلاخ مالسي ملوق إلو خوات سخولو تقلبي خاف تحكي كابت تحكيم القرآن هذا الوحي والقرآن خاو إذا خف فرحلو هذا هو الذي يخشاه الإنسان العاقل. أما المسائب الأخرى فهي كفارات وربما تزيد العبد إيمانا اتخالق زنبي زي مع مقطعتات زمت أجمع يكون لأنه نسو نزنبي مغفر خوني حمام ديو شقر ديو الله سبحانه وتعالى نزفتو بتفالا لي من قدي يفتنو مالتي بحمام يفتنو بولادو زي صالح قبرو اللي خيل سبك موتو يخيل قلق خون يخيل تفالا لي شقر قنزب خطف او يخيل عدا خبوز حي يخيل تفالا لي شقر كموت اخيل مالتي ضائقة مالية خهلو يخيل تشاتشاكا سبيتو خطلو تخيل تحمل واي نبر خيل وي يعني حمق سب اي كهلو يخيل تحملاتو تنبر تخيل وإلى آخر هي الدنيا يعني بزح مسائب اللوا مالتي. ولذلك إزيت أجمع يكونن أنت إذا يتقلبنا كافتي إيمانا كافتي قرآنا كافتي وحين ملوق إلى خوات سخلوج نسيت زخفائه لأنه الله سبحانه وتعالى أنت إلو مالتي إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا يعني أي سيرنا على قلوبهم أي قلوبنا هتهم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها نتي ناي ربي تذكر رب العالمين أذكر وزي سمع مالتيو من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا لرب العالمين إذا خاني
إتم تذكرهم زي ردؤهم عليه، وأعيد ضمير الجمع على مفرد باعتبار المعنى، لأن من سواء كان اسما موصولا أو شرطية يجوز في عودة الضمير إليها، يعني أن يعود على لفظها فيكون مفردا أو يعود على معناها فيكون مجموعا أو مثنى حسب السياق. فإذا قلت يعجبني من قام فهنا عاد اللفظ، وإذا قلت يعجبني من قام فهنا يعود على المعنى، وكذلك لو قلت يعجبني ما قاموا، وقد يرى اللفظ مرة والمعنى مرة أخرى، وتعود الضمائر. إذا بزعباتي ناي قوم قلق عربياتي نايتي ضمائر كميلو خمز من لس بزعبات لفظي إذا قلت سألنا زلو لمراعاة الأمرين في سياق واحد. قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، فهنا روعي اللفظ، وقوله تعالى ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار روعي اللفظ أيضا، وقوله خالدين فيها أبدا روعي فيها المعنى، وفي قوله وقد أحسن الله له رزقا روعي اللفظ. كل هذا جاء في سياق واحد، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا بسورة الطلاق 10. فروعي اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا ثم اللفظ ثالثا، يعني بمعنى انتي مالوتي اتي قرآن سي اتي لفظ اتي قالات اتي معنى اتي ترجمون اتي لفظ كما يجيرو مراعات كم زخونة مالوتي. سلزي قتلو اتي بزعبة اكينا مالت انتي مخانو تترجمنا اكينا اما تأي كفال كن قتلو اينا ياوي اتي الله سبحانه وتعالى تذكر كايو بتنا يا ربي آيات مالتيو، فأعرض عنها أبي مالتيو أي قبلن مالتيو ونسي ما قدمت يداه اتزغبرو قد محجي زنبن اتكفرون كل رسعو مالتيو. نزي مقطعتي الله سبحانه وتعالى انتي قتلولو إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سلزي حمسان شوعة آية فرقة فسيرنا يلنا مالتيو اتا فرقة أما تأي كفال كاب إنا جعلنا على قلوبهم أكنا خنك أتسألنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.